العفو اخوي، اسف على التدخل، بس هاي العلبه اللي بيدك شنو بيها؟ اللي بالعلبه هذا جراد. جراد؟ يعني قصدك نفس هذا الجراد اللي نعرفه بالحدائق يعيش؟ جمعناهم من الحديقه اللي بنهايه المنطقه، ولهسه ما نعرف اذا مسمومه او لا. راح اخذهم على المختبر ونفحص هناك، ان شاء الله ما تطلع مسمومه. والله اني هم ببيتي اكو جراده، عود من يصير لك مجال تعال وخذها وفحصها بالمختبر يمك. شلون يعني؟ بيتك جراد؟ ايه مربيها ببيتنا، هي كلش كبيرة، احنا نسميها حسنية المسمومة، يعني هي عمتي. شو سويت يا معود؟ انتبه. شو اسوي يا اخوي؟ الطرق مليانة طسات، انا شبيدي يا معود؟ كلها من وراك، وقعت العلبة. لك وين وقعت؟ بالسيارة. قابل وين يعني؟ لا لا تقول، والقبغ مفتوح. وقعوا بالسيارة اويل، ايش راح اسوي انا؟ وقف يا معود، وقف، هسا لازم ننزل. وقف بسرعة. وقف وقف. كش 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 كش، لك دولة مين؟ لك دولة يا معود؟ ايش سويت؟ والله دمرتني. ما تقول لي منين طلعت لي. شو انت ذبيتها براسي؟ غير تنتبه من تسوق. ايش اسوي يا اخوي؟ اخو ما انا مسوي طسة من ورا هذا الجراد مالك، انا ايش اسوي هسا؟ ايش اسوي؟ شلون ابدا اسوق؟ صوتك انت من وراك وقعت العلبة، هسه تورط وحدك. لك وقف، تعال. وين رايح؟ تعال هنا. لك جراد، لك كش كش كش. ماما ما ينطلع وياش للسوق، تشترين السوق كله. عبالك من كيفي اشتري؟ اصلا كل شيء ماكو بالبيت، بلكي يجون خطار. شو نسوي لهم؟ ست حنين، ها؟ نقدم لهم قنادة؟ ما حد يقدر يحكي وياك، راسا نتعصبين. يلا امشي امشي. لا امشي. اه ماما شوفي بابا. ايه زين شفناه، يلا خلي يوصلنا على البيت. كش 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 كش. هاني سيبي. اويلي شكو؟ وقعتي قلبي يا معود، ليش تصيحين يا عمتي؟ وليش تخاف؟ قابل حشرة اني؟ اي طبعا. سنان. ها حنين العفو، خير؟ من مين جايين؟ رحنا تسوقنا. شوف والله انكسرت ايدي من العلالك بابا. يلا تعال وصلنا على البيت. لا عمتي ما يصير، وين رايحين؟ لنصعد بالسيارة. لا ما راح تقدرين تصعدين بالسيارة. ليش ما اقدر اصعد؟ لان مليانة جراد عمتي. شوفي بس على مود ما يصعدني بسيارته تشذب. والله ما دا تشذب، السيارة مليانة جراد عمتي، صدقيني والله. هلا هلا، هاي مش وقت الجراد والحشرات يصعد بالسيارة. يلا ولي خل اصعد. اوقفي عمتي لا تصعدين. اوقفي اوقفي. لا تصيح لتحنينك وجراد عمتي، لا تصعدين. اوقفي عمتي، والله كجراد بالسيارة. لتحنين قبل شوية صعد واحد وياي ووقع كل الجراد الشايلة بالسيارة. لتش انزلي انزلي يا معودي انزلي. اي اي انهزموا. أي الهزيمة. أي الهزيمة. اي اخ اخ دا يقرص بايدي. اخ عمتي انا مو قلت لك تصعدين بالسيارة، مو قلت، مو حكيت، قلت لك اكو جراد بالسيارة، مو قلت راح يعضك، مو حكيت، مو قلت. انت سمعتيني؟ طبعا ما سمعتي، خلي فيديك عنادك. يلا حنين يلا خلينا نروح على المستشفى. يلا تعال. ها ماما شلون الفستان؟ حلو؟ انت شنو رايك مراد؟ شو اقول لك يعني اسراء؟ وانا شو معرفني بالفستان؟ إذا عجبك تشتريه وفضيها. شفتي ماما مراد ايش قد حباب؟ ها دكتور، أمي شلون صارت؟ طمني. لا تخافين حنين، عمتي كل شي ما يصير بيها، خافي على الجراد لأن عمتي مسمومة أكثر من الجراد، مو بالله دكتور؟ الزم لسانك سنان، هاي أمي أمي. لا تخافين عزيزتي، فحصنا الجراد طلع مو مسموم. لا حرامات، الممرضة تقيس ضغطها، بعد شوية راح تطلع، الحمد لله على سلامتها. أشكرك هواي دكتور. ها أنا مو قتلك ما يصير شي لعمتي، الناس المو زينين أبد ما يصير عليهم شي. سنان ماما. بيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ابني. ها عمتي شلونك؟ زينة؟ سنان انت ابد لا تحكي، ابد لا تحكي، من وراك اجيت اموت. دقيقة دقيقة، انا ايش علي؟ انا مو قلت لك تصعدين بالتاكسي؟ قلت لو ما قلت. ومو قلت لك اكو جراد بالتاكسي؟ قلت لو ما قلت. ومو قلت لك راح يعضيك؟ قلت لو ما قلت. انت سمعتيني؟ درتي لي بال؟ انا جاي بعد ابد ما اصعد بسيارتك. هلا هلا، على اساس اني حيل اريدك تصعدين وياي بالتاكسي، تصعدين بكيفك. انا مو قلت لك تصعدين بالتاكسي؟ قلت. وقلت لك اكو جراد بالسياره؟ قلت.